اهلا بكم طلبه الصف الثالث الاعدادي، بنجدد لقائنا من على منصه البث المباشر لوزاره التربيه والتعليم. النهارده باذن الله معانا حصه جديده من دروس الرياضيات. احنا الحصه اللي فاتت اتكلمنا عن الجبر، والنهارده باذن الله هنتكلم عن تمارين متنوعه على حساب المثلثات. احنا خدنا من حساب المثلثات 3 حصص، اتكلمنا عن ايجاد الزاويه اذا علم، وخدنا كمان بعض الدروس على حساب المثلثات، خدنا النسب المثلثية للزاوية الحادة، وخدنا إيجاد الزاوية إذا علمت النسب المثلثية لها، وخدنا أكتر من حصة في حساب المثلثات والزاوية الجا والجا والجتا والظا للـ30 والـ60 والـ45 درجة. النهاردة بإذن الله هناخد كده تمارين متنوعة على الوحدة كلها. فبإذن الله إزاي هنتعلم نستخدم الآلة الحاسبة عشان نجيب النسب لبعض الزوايا، وكمان ازاي نستخدم الآلة الحاسبة في ايجاد قيمة الزاوية لو احنا عندنا النسبة المثلثية، وده العكس. يعني لو انا عندي الزاوية اجيب ازاي النسبة بتاعتها، ولو انا عندي النسبة اجيب الزاوية ازاي. تمام، كمان هنبدأ نطبق النسب المثلثية في حل التمارين. يلا بينا كده نبدأ نشتغل مع بعض. التمرين الاولاني بيقول لي ا ب ج مثلث فيه قياس زاوية ا بتساوي 90 درجة، وألف ب طوله 20 سنتي، وألف ب بتساوي 15 سنتي. تمام، أدي المثلث قدامي أهو. هو بيقول لي المثلث ألف ب ج في زاوية ألف بتساوي 90 درجة، يعني زاوية قايمة، والألف ب بتساوي 15 سنتي، والألف ج أهي قدامك بتساوي 20 سنتي. طيب، حيث إن هو مثلث قائم، بيقول لي بعدين إيه؟ بيقول لي أثبت أن جتا ج جتا ب ناقص جا ج جا ب بتساوي صفر. عشان اجيب الجا او الجتا او اي حاجه يا اولاد من النسب المثلثيه للمثلث، لازم يكون عندي التلات اضلاع، او يكون عندي الضلعين والوتر. ففي الحاله بتاعتي هنا انا عندي ضلعي القائمه اللي هو الالف ب ب 15، وعندي الالف ج ب 20، لكن مع الاسف مش عندي الوتر. فاول حاجه لازم احسب قيمه الوتر، لازم احسب ايه؟ قيمه الوتر. فنقول له الحل كده، ونبدأ حضراتكم نقول من نظرية فيثاغورس. بما أن عندي قياس زاوية ب بتساوي 90 درجة، يبقى إذن الب ج هتساوي جذر ال 15 تربيع زائد ال 20 تربيع. دي من نظرية فيثاغورس. الضلع المقابل للزاوية القائمة اللي هو الوتر بيساوي مجموع مساحتي المربعين منشئين على ضلعي القائمة. فاحوض ال 15 تربيع زائد ال 20 تربيع بالآلة الحاسبة كده مرة واحدة، هتطلع الب ج ب 25. الرقم اللي طلع لي ابدا احطه على الرسم عندي عشان يبقى كل البيانات قدام عيني وابدا اشتغل كده مظبوط. طيب، بعد كده ابدا اقول له الطرف الايمن. هو بيقول لي اثبت الكلام ده بيساوي صفر، فكتبت الطرف الايمن عندي اللي هو جتا ج جتا ب ناقص جا ج جا ب. بالراحه كده عايزين نجيبهم كنسبه نسبه ونبدا نعوض. جتا ج، هقف عند ال ج. الجتا يا مستر بتقول المجاور على الوتر، المجاور على مين؟ الوتر. فخلي بالك لما نيجي نتكلم عن المجاور لازم يكون المجاور احد ضلعي القائمه على الوتر. فرقم واحد لازم حضرتك تبقى عينك على الوتر. وانا هنا الرقم اللي انا جبته اللي هو بتاع البه جيم كتبته لك بلون مختلف اللي هو باللون الاحمر عشان اميز لك القيمه اللي انا حصلت عليها، وفي نفس الوقت اميز لك ان البه جيم ده هو الوتر. فلما اجيب الجتا هتبقى المجاور، المجاور بالنسبة لي بتاعت الجيم هي الـ20، يبقى هتبقى 20 على 25، يبقى جتا الجيم هتبقى 20 على 25. أهي بالراحة هنا جتا جيم جتا ب، طالما إن هما لازقين في بعض كده معناها ضرب، أحط علامة الضرب في جتا ب. أجي عند الب، أدي زاوية ب أنا واقف عندها. جتا معناها إيه يا مستر؟ معناها حضرتك بتقول المجاور على الوتر. طيب مين المجاور بتاعي؟ اللي هي ال 15 اللي هي احد ضلعي القائمه، اوعى تعكس هتديك نتائج مختلفه تماما. فالمجاور عندي هو الالف ب اللي هو طوله كام يا مستر؟ طوله 15 على الوتر ب 25، يبقى نبدا نكتبها 15 على ال 25. قابلتني بعد كده علامه الطرح انزل. طيب بعد الطرح يا مستر جا ج، نرجع تاني للجيم، ادي جا الجيم. جا الجيم هتساوي يا مستر المقابل على الوتر. طيب ادي الجا المقابل اللي هو الضلع اللي في الوش اللي هي مين يا مستر؟ ال 15. يبقى المقابل على الوتر يبقى 15 على 25.
ج ج ج ب مضروبين في بعض، احط علامة الضرب. ج ب اقف تاني عند ال ب، ج يعني مقابل على وتر، ادي ال ب المقابل ليها هو الالف جيم اللي هو قيمته كام؟ 20 على 25، ادي 20 على 25، واقول له يساوي. بالآلة الحاسبة عندك على طول هيبقى الناتج صفر، يبقى هتساوي الطرف الايسر، يبقى انا كده ثبتت له اللي هو عايزه. دي طريقة. في طريقة تانية من حضرتك ممكن تعملها، هي ايه؟ ممكن حضرتك تجهز الجا والجتا بتوع البيه والجيم، يعني من بعد الحل ممكن نقول من نظرية فيثاغورس ب ج بتساوي جذر ال 15 تربيع زائد ال 20 تربيع بتساوي 25 سنتي، ونبدأ نكتب له الجا ج والجتا ج، نجهزهم واجيب له الجا ب والجتا ب واجهزهم، وبعدين أبدأ أقول له الطرف الأيمن واكتبه وأبدأ أعوض وأطلع الناتج، أو تجيبهم على طول زي ما إحنا اشتغلنا، أيهما اللي يريحك ممكن تبدأ تشتغل بيه. لو جهزتهم طبعا هيكون أفضل. مراجعة كده سريعة على النسب المثلثية اللي احنا درسناها. بنقول هنا جي بالزاوية بنرمز له بالرمز جا، وبالانجليزي بيبقى اسمه ساي، وبنقول ان جا جيم بتساوي المقابل على الوتر، المقابل على الوتر اللي هو عندي هنا الالف ب على الالف جيم. جيب تمام الزاوية اللي هو جتا بنسميه كوزاين، وجتا الجيم هو عبارة عن المجاور اللي هو ده بالنسبة للوتر. انا بجيب الزوايا بتاعتي بالنسبه للجيم، عشان كده ان هنا واقف على الجيم هيبقى بالنسبه لي الوتر الف جيم اللي هو الضلع المقابل للزاويه القايمه، وانا واقف عند الجيم الضلع المقابل ليها اللي هو الالف ب، والمجاور اللي هو الب جيم. وباكد تاني اوعى تنسى لازم يكون المجاور هو احد ضلعي القائمه، اوعى تغلط وتروح قسم الوتر على الضلع التاني وتقول لي ما هو ده مجاور وده مجاور، لا المقصود بالمجاور هو أحد ضلعي القائمة. وهنا هتبقى الب ج معانا الألف ج. آخر حاجة عندي الظا، ظل الزاوية بنرمز له بالرمز ظا، وبالإنجليزي على الآلة الحاسبة موجود عندك اسمه تام. ظا الزاوية لو أنا اتكلمت هنا بالنسبة للجيم هتبقى عبارة عن المقابل على المجاور، يعني عندي هنا هو عبارة عن الألف ب على الب ج. طيب يلا بينا كده نشتغل تمرين مع بعض. بيقول إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين 3 إلى 5 فوجد مقدار كل منهما بالقياس الستين. يبقى النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين 3 إلى 5 أوجد مقدار كل منهما بالقياس الستين. طيب تعالوا نحل مع بعض. الحل هنفرض إن الزاويتين اللي عندي اللي هما 3 إلى 5 هو هنا مديهم لي كنسب. عشان نفردهم ونبدأ نشتغل هنفرض الزاويتين عندي 3 س و 5 س. تمام. وبعد كده يا مستر هو هنا بيقول ان الزاويتين ايه؟ متكاملتين. زاويتين متكاملتين، معنى حتة متكاملتين معناها ان مجموعهم 180 درجة. يبقى ابدأ اكمل اقول له التلاتة سين زائد الخمسة سين بتساوي 180. انا هنا جمعتهم وكتبتهم على طول، تلاتة سين وخمسة سين 8 سين. طيب بعد كده هنعمل ايه يا مستر؟ نقسم الطرفين على 8 عشان اجيب قيمة السين. يبقى السين عندي هتبقى 180 على 8 تطلع معايا ب 22.5. يبقى تاني انا عندي النسبه ما بين الزاويتين 3 الى 5 فحفرض الزاويتين 3 س و 5 س. هو هنا قال لي ان الزاويتين متكاملتين فحجمعهم 3 س زائد 5 س 8 س بتساوي 180. بعد كده انا عايز اجيب قيمه السين فهقسم الطرفين على 180، هتروح التمانية اللي فوق مع اللي في المقام، وهنا المية وتمانين على التمانية هيطلع الناتج 22.5 درجة. بعد كده هو لسه أرجع للسؤال، قال لي إيه؟ قال لي أوجد مقدار كل منهما بالقياس الستين. أنا كل اللي جبته جبت قيمة السين اللي عندي، محتاج أجيب مين يا مستر؟ أجيب قيمة الزاويتين. الزاويتين أنا فرضهم 3 س و 5 س، يبقى الزاوية الأولى التلاتة س اللي عندي هتبقى 3، فقيمة السين اللي أنا حسبتها أهي تحت اللي هي 22.5، يبقى 3 في 22.5 هتساوي معايا 67 درجة و30 دقيقة. 67 درجة وإيه؟ و30 دقيقة. طيب كده جبت الزاوية الأولى، أجيب الزاوية الثانية. الزاوية الثانية أنا فارضها إيه مستر؟ فارضها 5 س. يبقى ال 5 س هتساوي 5 في 22.5 هتطلع معايا بعد ما بتجيبها يا أولاد عشان تجيبها من المقدار ده تضرب ال 5 في 22.5، بعدين تدوس يساوي، بعد يساوي هتدوس على الكوما. مفتاح الكوما هتلاقيه موجود عندك في الآلة الحاسبة موجود فوق على الشمال.
تمام؟ فبعد ما حضرتك بعد علامة يساوي وتدوس على كومة هتظهر معاك القيمة بالدرجات والدقايق والثواني، فأنا عندي هنا هتظهر معاك 112 درجة و30 دقيقة. كده أنا جبت قيمة الزاويتين الأولى والتانية. أرجع أقرأ السؤال وعايزك تتعلم بعد ما تحل السؤال ارجع اقراه تاني. ليه يا مستر؟ احيانا مش بيكون طالب منك الحاجات على صورة 1 2 3، بيكون كاتبهم ضمنا كده من داخل صياغة السؤال. فتعال نقرا تاني. بيقول لي اذا كانت النسبة بين قياسي زاويتين متكاملتين 3 إلى 5، اوجد مقدار كل منهما بالقياس الـ60. يعني قياس 60 اللي هو بالدرجات والدقايق والثواني، ونوهنا عنها اكتر من مره ودينا نفتكرها تاني. قياس 60 بالدرجات والدقايق والثواني، قال لي درجات ودقايق وثواني، اوكي، قال لي 60 هي نفسها. ادي الدرجات والدقايق، هنا ما عندكش ثواني، لما تيجي تحسبها مش هيبقى فيها ثواني. كده انا حليت المساله، اقدر كده انقل لمساله ثانيه. بالراحه كده هراجع معاك برضو حاجه ثانيه، النسب المثلثيه الاساسيه لبعض الزوايا زي الزاوية اللي هي 30 درجة وغيرها. يلا بينا كده مع بعض. لو أنا عندي هنا المثلث اللي قدامي، لو زاوية ج 30 درجة، يبقى من النظرية اللي واخدها في تانية إعدادي، طول الضلع المقابل للزاوية اللي قياسها 30 في المثلث القائم، وأنا هنا في مثلث قائم، نص الوتر، فحفرض الألف ب بواحد، نص الوتر يبقى الوتر 2. ومن نظرية فيثاغورس عشان اجيب ال ب ج، مربع الوتر يبقى 4 ناقص الواحد يطلع 3، اخد الجذر بتاعها جذر 3. انت النسب دي احنا حافظينها يا مستر. طب يلا بينا نكمل. جت 30 يا مستر هتبقى مقابل على وتر، يعني 1 على 2، وجت ال 30 هتبقى المجاور على الوتر، وانا راجعت من شويه الجا والجت، الجا مقابل على وتر والجتا مجاور على وتر. فهنا المجاور جذر 3 على الوتر 2، يبقى الجتا 30 جذر 3 على الاثنين. الظا هتبقى مقابل على مجاور، يعني 1 على جذر 3 هي قدامك. طيب زي ما جبت الجا للـ30 والجتا والظا، هبدأ أشتغل على الـ60. الـ60 عندي الجا هتبقى المقابل، وفي الحالة دي هيبقى جذر 3 على الوتر 2. طيب والجتا هتبقى أدي الـ60 أنا واقف عندها اللي هي زاوية ألف، هتبقى المجاور، الجتا تبقى مجاور على وتر، يعني نص. اخر حاجه الظا هتبقى المقابل على المجاور، يعني جذر 3 على 1 بجذر 3. كده انا جبت النسب المثلثيه او براجعها معاك. احنا مجرد ان احنا حصه النهارده كده بنعمل كده ريفرش على كل اللي احنا درسناه في الوحده، وحده بسيطه وسهله وجميله ما فيهاش حاجه. تعال نكمل مع بعض. برضو هكمل هنا لل 45. 45 معناها ان الزاويه دي 45 ودي 45، المثلث متساوي الثقيل. فهتبقى النسبة عندي هنا الألف ب واحد وهنا واحد، ومن نظرية فيثاغورس مربع دي بواحد تربيع زائد الواحد تربيع يبقى 2، جذرها جذر 2، يبقى الوتر عندي جذر 2. الجا هتبقى المقابل على الوتر، يعني 1 على جذر 2، والجتا زيها برضو 1 على جذر 2، ودي الحالة الوحيدة يا أولاد إن هي إن الجا بتساوي الجتا 1 على جذر 2. لو عملتها على الآلة الحاسبة ما بتطلعلكش 1 على جذر 2، بتتكتب جذر 2 على 2، فهي هي يعني ما تتخضش ولا حاجه. 1 على جذر 2 هي هي جذر 2 على الـ2، تمام؟ احفظها كده زي ما هي. يبقى عارف القيمتين، عارف ان جا 45 معناها 1 على جذر 2، وعارف في نفس الوقت ان جا 45 معناها جذر الـ2 على الـ2. نكمل. جت ال 45 1 على جذر 2 او برضو جذر الـ2 على الـ2، وهنا بنقول دي الحاله الوحيده ان الجا بتساوي الجتا لما يكون قيمه الزاويه 45. اخر حاجة الظا بتساوي المقابل على المجاور، يعني 1 على 1 بـ1. طيب على كده ناخد تمرين. اختر الاجابة الصحيحة من بين الاجابات المعطاة. 4 جتا 30 ظا 60 بتساوي 4 جتا 30 ظا 60 بتساوي معايا 3 ولا 2 جذر 3 ولا 6 ولا بتساوي معايا 12. تمام، اختار انهي اجابه. دي مساله جميله وحلوه جدا. هنعمل ايه يا مستر؟ بكل بساطه لو انت حافظ النسب هتحلها دغري. كويس، طب ولو انا مش حافظ النسب دخلها على الاله الحاسبه زي ما هي وطلع الناتج. جتا 30 بجذر 3 على الـ2، فهتبقى 4 في جذر 3 على الـ2، وعندي ظا ال 60 بجذر 3، فهيطلع الناتج معايا دخلها على الاله الحاسبه زي ما هي هتطلع معاك ب 6.
يا ريت انا وشغال خلي الآلة الحاسبة النهاردة كده جنبك، عشان كل ما نبدأ نحل حاجة تمام احسبها بالآلة الحاسبة وابدأ اتدرب عليها واستفاد بالحصة بتاعتك. ولو هي على اليوتيوب خلي برضو الآلة الحاسبة جنبك وتقدر توقف الشاشة وتقدر تحسبها وبعدين تشوف اختيارك صح ولا غلط، بحيث ان انت تستفاد بالحصة على طول. السؤال الثاني بيقول لي اذا كانت جتا 2 س بتساوي نص حيث س زاوية حادة فان قياس س بتساوي، هل بتساوي معايا 15 ولا ب 30 ولا ج 45 ولا د بتساوي معايا 60؟ يبقى تاني هو هنا مدي لك جتا 2 س بنص فعايز قيمة الس، عايز قيمة الس اللي فوق بتدخلها على الآلة الحاسبة زي ما هي، لكن هنا هو عايز قيمة الزاوية اللي جوه، ودي احنا شرحناها الحصة اللي فاتت. بتعمل ايه يا مستر؟ هنا انت مش عايز قيمة الجتا، انت عايز قيمة الزاوية اللي جوه. في الوضع ده تحديدا انا عايزك تفهم وتحفظ ان الجزئية دي تحديدا ما بندش على جتا. امال بنعمل ايه يا مستر؟ لما يديلك النسبة المثلثية ويبقى عايز الزاوية بندوس على شيفت والنسبة المثلثية اللي عندي. أقولها تاني الحتة دي، لما يكون عايز فوق 4 جتا 30 ضا 60 بتدوس عادي 4 كوزين 30 مضروبة في تان 60 دغري كده على طول. لكن في حالة لو أنا مديلك النسبة المثلثية ومحتاج قيمة الزاوية اللي جوه، حضرتك في الوضع ده تحديدا لازم لما تيجي تشتغل بتدوس على شيفت الاول. بتدوس على ايه؟ شيفت الاول. طيب بندوس على شيفت كوزين، هنا جتا يبقى كوزين، شيفت كوزين النص، شيفت كوزين النص تطلع بكام يا مستر؟ تطلع معايا ب 60. يبقى القيمه اللي جوه دي كلها اللي هي ال 2 س هتبقى ب 60، 2 س ب 60. بس هو مش عايز ال 2 س يا مستر، هو عايز س واحده بس. حلو خالص، يبقى بتقسم الطرفين كانها معادله، ال 2 س بتساوي 60، تقسم الطرفين على الاثنين يبقى الس بس هتساوي معاك ال 30، يبقى تختار على طول ال 30. سؤال جميل ومن اسئله الامتحانات، والوحده دي من اجمل واسهل الوحدات اللي عندك. اخد السؤال اللي بعده. بيقول لي اذا كانت قياس زاويه ا ب 85 درجه وج ب بتساوي جتا ب، لسه منوه لك عليها انا وبشرحها فوق. الج بتساوي الجتا امتى؟ فاكرها ولا نسيت؟ طب اسيبك شويه قبل ما تفتكر. تاني في مثلث ا ب ج، فان ق ج بتساوي 45 ولا 30 ولا 50 ولا 60؟ طيب بالراحه كده، هنا هو مديلك شغال في مثلث، مديلك منه زاويه واحده بس ومديلك نسبه كده اهو هتستنتج منها حاجه انا سالتك فيها وسبتك، ومحتاج قياس زاويه ج. طب ازاي يا مستر مثلث فيه ثلاث زوايا مديني زاويه واقدر اجيب الثالثه؟ حلو، اديك سالت نفسك. مثلث فيه ثلاث زوايا، هو مدي لك واحده وعايز الثالثه، يبقى اكيد انت هتحسب الزاويه الثانيه. احسبها منين؟ احسبها من المتطابقه اللي هو مديها لك هنا. هو مدي لك ج ب بتساوي جتا ب، قلت لك الج بتساوي الجتا في حاله واحده بس، فاكرها؟ ايوه. حد بدا يجاوب؟ ايوه يا مستر، لما يكون قياس الزاويه ب 45 فجاء ال 45 بواحد على جذر 2 وجتا ال 45 بواحد على جذر 2، شطار. يبقى الجا بتساوي الجتا في وضع واحد بس وفي حاله واحده بس، هي لما تبقى زاويه ب ب 45. ادينا كده عرفنا ان زاويه ب ب 45، خلاص المساله اتحلت. اجمع ال ب زائد الالف، 45 مع ال 85 هتطلع معايا بكام يا مستر؟ 85 زائد ال 45 هتطلع معايا ب 130، تطرحها من ال 180 تطلع معاك 50 درجة، هي قيمة زاوية الجيم. يبقى المتطابقة دي كان مفتاح عشان أقدر أجيب زاوية ب اللي هي قيمتها 45 زي ما احنا قلنا. هتجمعها على الألف وتطرحهم من ال 180 اللي هو مجموع قياسات الزاوية الداخل المثلث، هتجي لك قيمة زاوية ج ب 50 درجة. سؤال كمان، جا تربيع 30 ناقص جتا تربيع 60 هتساوي، دي بالآلة الحاسبة حلها دغري، أو حضرتك أنت حافظ الجاب كام يا مستر؟ الجاب نص تمام، ناقص نص تربيعها بكام؟ ما هي دي هنا جا تربيع، يبقى نص تربيعها بربع كويس، وجتا ال 60 بنص تربيعها بربع، ربع ناقص ربع يديلك كام؟ يديلك صفر على طول يا مستر.
الاختيارات مدي لك 0 ومدي لك 30 ومدي لك 50 ومدي لك 1. طبعا احنا حليناها دغري على طول، هتبقى الاجابه بكام؟ بصفر. سؤال كمان، جا 30 بتساوي جا ت ه، حيث ه قياس زاويه حاده، فيكون قياس زاويه ه بيساوي 60 ولا 45 ولا 10 ولا 30. طيب بالراحه كده، انا كل حصه بدي لك شويه ملاحظات، شويه الملاحظات دول انا بثبت لك الجزئيه دي، وبعدين اروح مديها لك على صوره ملحوظه، او بديها لك كملحوظه وبعدين بنبدا ناخد مثال عليها. فانا مدي لك ملحوظه قبل كده، الجا بتساوي جتا في حاله امتى؟ لسه قايلينها يا مستر السؤال اللي فات، الجا بتساوي الجتا كويس لما يكون عندي الزاويتين متساويتين. حلو، وفي وضع تاني، جا 30 هتساوي جتا ه، هنا المفروض تبقى كام؟ افكركم بالملحوظه دي، احنا قلنا ان لو في عندي زاويتان متتامتان فجا الاولى هتساوي جتا الثانيه. يعني ايه زاويتان متتامتان؟ زاويتان متتامتان يعني مجموع قياسهم 90 درجه. زاويتان متتامتان معناها ايه؟ مجموع قياسهم 90 درجه. كويس؟ طيب يبقى هنا لازم اجيب اله تتمم ال 30. تتمم مين؟ ال 30. يبقى هطرح ال 90، اطرح ال 30 من ال 90، يعني 90 ناقص ال 30 يدينا 60. عايز اتاكد بالاله الحاسبه حضرتك، جت 30 بنص، واعمل جتا ال 60 هتلاقيها بنص. دي طريقة. طيب افرض انت ناسي الملحوظة دي، تعمل ايه؟ حضرتك تبدأ تشتغل بصورة عكسية. ازاي؟ يعني حضرتك تكتب على الآلة الحاسبة جتا 60، تكتب جتا 30 الأول، تطلع لك بنص. خلاص عرفنا ان قيمة الطرف الأيمن بنص. ابدأ جرب اللي عندك دول وشوف انه قيمة منهم تدي لك نص، جتا 60 ولا جتا 45 ولا جتا 10 ولا جتا 30، شوف مين فيهم اللي تدي لك نص، يبقى هي الاختيار الصح. يبقى في عندي اكتر من طريقتين ابدا افكر فيه. لو انت حافظها يبقى شيء كويس جدا جدا، لو انت مش حافظها تقدر تشتغل بصوره عكسيه، تجرب الاجابات اللي عندك لغايه ما توصل الاجابه الصح. السؤال اللي بعد بيقول لي اذا كانت ظا 3 س بتساوي 1، حيث 3 س هي زاويه حاده، فان قيمه س بتساوي 60 ولا 45 ولا 15 ولا 30. طيب تاني نقرا السؤال عشان محتاجك تركز، عشان حته الثلاثة سين والسين دي يا مستر بتلخبطني. كويس، انا عايزك تتعلم تقرا السؤال اكتر من مره وحله مره واحده بس، بدل ما تحله تقرا مره وتقعد تحل وتشطب وتحل وتشطب وفي الاخر نبوظ كراسه الاجابه بتاعتنا. بالراحه كده قول اذا كانت ظا 3 س بواحد، يبقى هنا مديني قيمة الظا بواحد. كويس، حيث 3 س زاوية حادة، ماشي ده كده في الدباجة بتاعت السؤال. أوجد قيمة س، حلو دي اللي تهمني دي في الآخر، هو عايز قيمة مين؟ عايز قيمة الس، يبقى خلي بالك هو عايز قيمة الس مش عايز قيمة ال 3 س. طيب بالراحة كده، قلت لك من شوية لما يكون مدي لك قيمة الظا أو قيمة الجا أو قيمة الجتا ومحتاج الزاوية اللي جوه، قلت تحديدا في الجزئيه دي حضرتك لما تيجي تشتغل بتشتغل بالشيفت، يعني هندوس شيفت تان وتكتب الواحد. طيب لما تدوس شيفت تان واحد هتطلع بكام عندك يا مستر؟ شيفت تان الواحد هتطلع معايا ب 45. حلو، يبقى القيمه اللي جوه دي الزاويه دي اللي هي 3 س هتساوي ال 45، يبقى كانها معادله 3 س بتساوي 45. بس انا عايز هنا بيقول لي اوجد قيمه مين؟ اوجد قيمه الس، يبقى هقسم الطرفين على 3، على 3 3 س على 3 يتبقى الس، والطرف الايسر ال 45 على 3 هتساوي معايا كام؟ هتساوي معايا 15، يبقى اختار ال 15. وكده بقى ايه؟ وكده بقى حلت. تمرين اللي فات بقى في الاكتر كنت بقول لك استخدم الاله الحاسبه. هنا راس السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي بدون استخدام الحاسبه اوجد القيمه العدديه للمقدار بدون استخدام الاله الحاسبه. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ هو بيقول لك انا عايز جتا 60 جا 30 ناقص جت 60 جتا 30. بص يا ولاد، هو هنا راس السؤال مهم جدا، بيقول لك بدون استخدام الحاسبه. بدون استخدام الايه؟ الحاسبه. طب افهم من راس السؤال ايه؟ ايوه انا عايزك كده تفهم معايا من راس السؤال. راس السؤال معناها ان لو انت دخلت القيمه دي
على الآلة الحاسبة كلها زي ما هي، هيدي لك الناتج في الآخر مثلا بسالب واحد على الاتنين. ده أنا مش عايزه. طب عشان أنا مش عايزك تجيب لي الإجابة على طول، لأن لو أنا عايزك تجيب الإجابة على طول كنت اديت لك السؤال ده في سؤال اختر، أو اديته لك في سؤال أكمل. كويس؟ لكن أنا مش عايزه في سؤال اختر ولا أكمل، أنا عايزه كسؤال مقالي. معنى إن أنا مديهولك كسؤال مقالي يبقى طالب منك خطوات. طالب منك إيه؟ خطوات. عشان طالب منك خطوات كتبت فوق بدون استخدام الآلة الحاسبة. عشان تبدأ تجيب لي قيمة الجتا وقيمة الجا وقيمة كل حاجة لوحدها، ونبدأ نمشي بالخطوات جمع وطرح وضرب وقسم وكل حاجة نمشيها بالتفصيل. يبقى رأس السؤال مقصود منه إن هو عايزك تشتغل بالتفصيل، عايزك تشتغل خطوات بالتفصيل. لو هو كان لو ما كتبلكش فوق بدون استخدام الآلة الحاسبة كان ممكن تستخدم الآلة الحاسبة وتجيب الناتج ده كله مرة واحدة كده وتختار، لكن هو عايزك تشتغل بالتفصيل. فعندك طريقتين، حاجة من الاتنين، انت حافظ النسب المثلثية، او الطريقة التانية هي انك انت ممكن تجيب بالآلة الحاسبة قيمة كل نسبة على حدة. يعني على سبيل المثال مثلا انا دلوقتي مكتوب عندي هنا جتا 60، فهتبدأ تجيب بالآلة الحاسبة تكتب على الآلة الحاسبة جتا 60 بس، ما تكتبش السطر ده كله. كويس؟ تكتب جتا 60 بس، هتطلع معاك بكام؟ تطلع معايا بنص، اروح كاتب النص. طيب جتا 60 جتا 30، يبقى اعمل علامة الضرب. كويس؟ لو انت حافظها يبقى افضل بكتير طبعا. جتا 60 انت حافظها بنص يبقى افضل، يبقى انا وفرت وقت كتير وحليت المسألة في ثواني. طيب بنفس الطريقة حضرتك هتشتغل، جتا 30 انا حافظها بنص، ولو انت مش حافظها اكتب على الآلة الحاسبة جتا 30 بس، هتطلع معاك بنص اكتب. طيب خلصناها. بعد كده قابلتني علامة الطرح، تنزل علامة الطرح. بعد كده عندي جا 60، جا 60 انا حافظها بجذر 3 على 2، ولو انت مش حافظها اكتب على الآلة الحاسبة جا 60 فقط، هتطلع معاك بجذر 3 على 2. بعد كده عندي جتا 30، دي لازقة في دي معناها منهم ضرب، يبقى اكتب الضرب. جتا 30 عندي، جتا 30 بجذر 3 على 2 انا كاتب. كده انا كتبت كل حاجة قدام. يساوي تحت يساوي، وانا بحب اشتغل بنظام، يساوي تحت يساوي. النص في النص اضرب بسط في بسط في واحد، ومقام في مقام، اتنين في اتنين باربعة، يبقى بربع. قابلتني بعدين علامة الطرح. خلي بالك الضرب يسبق الطرح، فلازم تضرب الجزء ده الاول وتضرب الجزء ده الاول وبعدين تطرح. اوعى تطرح الاتنين اللي في النص وبعدين تضرب، هتطلع معاك مسألة ارقام عجيبة وهتبقى غلط. فخلي بالك هضرب الاول نص في نص بربع، والناحية التانية هضرب جذر 3 في جذر 3، هيروح الجذر ويتبقى التلاتة، واتنين في اتنين تحت لسه ضاربينها بأربعة، يبقى تلاتة على الأربعة. آخر حاجة عندي ربع ناقص التلات أرباع، هتطلع معايا بسالب نص، أو سالب تلاتة، سالب اتنين على الأربعة، اللي هي هتبسطها في الآخر هتبقى بسالب نص. وكده أنا حليت المسألة زي ما هو عايز، حليتها بدون استخدام الآلة الحاسبة، يعني أنا عايزها بالخطوات. رأس السؤال ده كده معناه كده إن هو عايز الخطوات بالتفصيل. كده كده انا حليتها. اخد مسألة تانية برضو نفس رأس السؤال، بيقول لي بدون استخدام الحاسبة اوجد القيمة العددية للمقدار. جتا 60 جتا 30 ناقص جا 60 جتا 30. تمرين 5 بيقول لي أوجد قيمة كل من ما يأتي، جا 45 جتا 45 زائد جا 30 جتا 60 ناقص جتا تربيع 30. عايز أجيب قيمة المقدار اللي عندي ده. عشان أجيب قيمة المقدار ده يا ولاد لازم أشتغل بالتفصيل، فنقول له الحل ويلا بينا. الجا 45 أنا حافظها بكام يا مستر؟ بواحد على جذر 2. عايز تكتبها جذر 2 على 2 زي ما جبناه من شويه، شغال صح مش غلط. طيب وبعد كده جتا 45 بكام؟ بواحد على جذر 2، اكتبها برضو. لو انت مش عارف اكتب على الآلة الحاسبة جا 45 هتطلع لك بجذر 2 على 2، اكتبها مضروبه في جتا 45 جذر 2 على 2، هي هي. واحد على جذر 2 او جذر 2 على 2 هي هي، ما تفرقش معايا. بعدين قابلتني علامه الجمع زائد. بعدين جا 30 انا حافظها بنص بالآلة الحاسبة برضو، لو عايز تعملها ساين ال 30 بنص.
ج جتا معناها مضروبين في بعض، يبقى أقول في جتا 60 بكام يا مستر؟ جتا 60، جتا 60 بنص، يبقى اكتب النص. تمام. بعد كده قابلتني علامة الطرح، نزل علامة الطرح. جتا 30، خلي بالك هنا في تربيع، جتا تربيع 30، جتا 30 بجذر 3 على الاثنين، ولما يكون في تربيع بتحطها جوه قوس وتحط التربيع على القوس، يبقى جذر 3 على الاثنين الكل ايه؟ الكل تربيع. بالراحة كده همشي وابدأ احل مسألتي. يساوي تحت يساوي، عندي ضرب جمع ضرب طرح أس. هتجيب الضرب، تجيب الضرب وتفك الأسس اللي هنا. يلا بينا أضرب هنا واحد في واحد بواحد، وتحت جذر اتنين في جذر اتنين، يروح الجذر يتبقى الاتنين يبقى نص. بعدين في جمع ينزل الجمع، وهنا واحد في واحد وتحت اتنين في اتنين بأربعة يبقى ربع ناقص. فك هنا التربيع، هفك التربيع هيطير الجذر يتبقى فوق عندي في البسط تلاتة، لكن التربيع هيأثر على المقام، اتنين أس اتنين بأربعة يبقى تلات تربع. يلا نلم الدنيا ونجمع، نص وربع بتلات أرباع ناقص التلات أرباع يبقى الناتج عندي صفر. يبقى كده جبت قيمة المقدار اللي عندي. قيمة المقدار اللي عندي هتبقى بكام يا مستر؟ هتبقى بصفر. آخد كمان تمرين. التمرين ده حلو خالص، بيقول لي إيه؟ بيقول لي برهن على صحة كل من ما يأتي، جا 60 بتساوي 2 جا 30 جتا 30. السؤال ده مفيش امتحان يخلو من سؤال زي، مفيش امتحان عندي يخلو من مسألة زي دي. طيب نحلها ازاي يا مستر؟ المسألة اللي زي دي يا ولاد هي عبارة عن جزئين، بيقول لي برهن أو يقول لي اثبت، أيهما يعني رأس السؤال يجي برهن أو يجي اثبت، ويجي لك طرفين، حاجة الناحية دي وحاجة الناحية دي. مسألة بنحلها بثلاث طرق، يا تبدأ بالطرف الأيمن وتنهي بالطرف الأيسر، أو بتبدأ بالأيسر وتوصل للأيمن، أو بتجيب الطرف الأيمن وتوصل لقيمة، وتجيب الطرف الأيسر وتوصل لنفس القيمة، وبعدين هتقول له من واحد واتنين إذن الطرفان متساويان. يبقى في عندك أكتر من طريقة. في الغالب الطريقة الأخيرة هي اللي أنا ببدأ أشتغل بيها. في الغالب يعني. طب يلا بينا كده نشتغل مع بعض. أول حاجة أنا عندي أمسك الطرف الأيمن. همسك الطرف الأيمن اللي هو جا 60. جا 60 عندي بكام يا مستر؟ جا 60 عندي بتساوي جذر 3 على الاتنين، أهي جذر 3 على الاتنين، وده رقم واحد، ده كده الطرف الأيمن. طيب بعد ما جبت الطرف الأيمن نعمل إيه يا مستر؟ بعد ما جبت الطرف الأيمن أمسك الطرف الأيسر. الطرف الأيسر أبدأ أكتبه تاني يا ولاد، وخلي بالك ما تحلش على طول، اكتبه أفضل. لما بتكتبه دماغك بتبدأ تركز وتبدأ تجهز حل السؤال. يساوي معايا 2 جا 30 جتا 30 اهي، وابدا اعوض، يبقى هيساوي معايا الاثنين تنزل زي ما هي، 2 جا معناها الاثنين مضروبه، جتا 30 انا حافظها بنص مضروبه في جتا 30 بجذر 3 على الاثنين. طبعا عندي هنا 2 وعندي نص عدد ومعكوسه الضرب يروحوا مع بعض، يتبقى عندي جذر 3 على الاثنين، ودي رقم 2. هبص كده هلاقي الطرف الايمن كان جذر 3 على الاثنين، والطرف الأيسر طالع نفس الناتج جاز 3 على 2، هقول له من 1 و2 إذن الطرفان متساويان. كده أنا وصلت لإيه؟ للبرهان. طريقة البرهان دي بتمشي في ثلاث أرباع المسائل، بمشي بنفس الطريقة. يبقى بتمسك الطرف الأيمن وتجيب قيمته وتقول 1، تمسك الطرف الأيسر وتعوض بيه وتجيب قيمته ودي رقم 2. هتلاقي القيمة اللي هنا في الأيمن هي نفس القيمة اللي في الأيسر، هتقول له من 1 و2 إذن الطرفان متساويان. طب لو كان في اختلاف يبقى اكيد انت وفي النص بتعوض، عوضت بحاجه مش مظبوطه او في اشاره غلط معاك، هتراجع نفسك لغايه ما توصل للاجابه المظبوطه، وتقول له في الاخر من 1 و2 الطرفان متساويان. اخد مساله تاني، بيقول لي برهن على صحه كل من ما ياتي، جا تربيع 30 بتساوي 5 جا تربيع 60 ناقص ذا تربيع 45. بالراحه كده نفس اللي انا عملته في المساله اللي فاتت هعمله في المساله دي. امسك الطرف الايمن، الطرف الأيمن عندي هنا جا تربيع 30، يبقى هنقول له هتساوي جا تربيع 30. بالراحة كده بقى أبدأ أعوض، أنا حافظ جا 30 بنص، بس هنا في إيه؟ هنا في تربيع، يبقى هتساوي النص أس 2، ما تنساش تكتب النص تربيعها بربع طبعا، ودي كده رقم واحد. ما
بنفس الكيفية هبدأ أمسك الطرف الأيسر. الطرف الأيسر هنا مكتوب فيه مين يا مستر؟ الطرف الأيسر عندي هنا مكتوب فيه 5 ج تربيع 60 ناقص ز تربيع 45. تعالى نكتب أهي 5 ج تربيع 60 ناقص ز تربيع 45 يساوي تحت يساوي بضعف. طبعا الخمسة عدد ينزل زي ما هو. ج الستين أنا حافظها بنص، بس خلي بالك هنا في إيه؟ هنا في تربيع، يبقى في نص لكل أس 2، ما تنساش تحط الأسس. تمام. بعدين هنا قابلتني علامة الطرح ناقص. أنا بحب أمشي المسائل دي بالراحة خالص عشان الإشارات بتلخبطني، فامشي على مهلي خالص. بعدين عندي ظا تربيع 45، كويس أنا حافظ الظا، أو لو أنت مش حافظها دوس على الآلة الحاسبة ظا 45 هتطلع لك واحد أس 2. أكمل بعدين يساوي تحت يساوي أو جنبها مش هتفرق. الربع هنا النص يتفك يبقى ربع، 5 في ربع ب5 على الأربعة ناقص الواحد تربيعها واحد. طيب 5 على الأربعة ناقص الواحد، الواحد يعني 4 على الأربعة، 5 ناقص 4 يعني 1 على 4 بربع، ودي كده رقم 2. أبص كده هلاحظ إن الطرف الأيمن كان طالع لي ربع والطرف الأيسر كان طالع لي برضه ربع، يعني هي نفس القيمة، يبقى أنا كده تمام التمام. هقول له من 1 و2 إذن الطرفان متساوية. يبقى أنا النهاردة أنا وشغال حصة النهاردة حصة بتلم معاك الدنيا كلها، راجعت معاك النسب المثلثية للزوايا الحادة اللي هي 30 و60 و45، راجعت معاك أوجد قيمة، راجعت معاك برهن أو إثبت أن. دول كده فكرتين إحنا خلناهم. طيب هاخد معاك بعض الأفكار التانية برضو عشان يبقى إحنا بحصة النهاردة لمينا حساب المثلثات كلها. حصة النهاردة حصة غنية هنلم فيها حساب المثلثات كلها بإذن الله. تعال ناخد شوية أسئلة أكمل مع بعض. هنا بيقول لك أكمل كلا من ما يأتي. عندي زاوية 36 درجة وخمسة واتنين وخمسين دقيقة واتناشر ثانية. أنا هنا مدالك بالتقدير الستيني، عايزها درجات بس، عايزها إيه؟ درجات بس. هتعمل إيه يا مستر؟ بالراحة كده، وإحنا اتفقنا من أول حصة آلتك الحاسبة جنبك. طيب لو انت فاكر حلها على طول ونراجعها مع بعض، لو انت مش فاكر اكتب زي ما انا هقولك. ايه اللي ظاهر قدامك يا مستر؟ اللي ظاهر قدامك الدرجة بالتقدير الستيني. طيب ندخلها على الآلة الحاسبة ازاي؟ هنبدأ نكتبها بالراحة كده مع بعض. اول حاجة هتكتب 3 6 اللي هي 36، وتدوس على المفتاح بتاع الكومة اللي هو تاني مفتاح من المفاتيح الصغيرة، تمام، على ايدك الشمال. طيب هتكتب 36 كوما، بعدين تكتب ال 52 اللي هي 5 2 وتدوس تاني على كوما، وبعدين تكتب 12 كوما. تمام يا مستر؟ يبقى تاني اراجع معايا، 3 6 كوما، 5 2 كوما، 12 كوما. هتلاقي الآلة الحاسبة كتبت لك نفس القيمة دي على الشاشة. بعد ما حضرتك كتبت لك نفس القيمة على الشاشة هتقول له يساوي، تمام، وتدوس على الكومة، وتدوس على ايه؟ الكومة تاني. يبقى بعد ما تخلص كتابة 36 كومة 5 2 كومة 12 كومة تدوس يساوي وتدوس على الكومة تاني، هتلاقيها حولتها لك للدرجات بس، هتلاقيها 36 درجة و87 دقيقة. هي دي كده حولتها للدرجات فقط. طيب التانية هاخد السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده مكتوب عندي يا مستر، اللي بعده مكتوب عندي 44 علامة 125 درجة، عايزها بالدرجات والدقايق والثواني. ممكن يكتبها لك درجات ودقايق وثواني، ممكن يكتبها لك بالتقدير الستيني. ستيني جت منين برضو للناس اللي مش فاهمة؟ حتة التقدير الستيني هي إن الدرجة بستين دقيقة، وإن الواحد دقيقة بتساوي ستين ثانية، فهي درجات ودقايق وثواني هي بالتقدير الستيني، اللي هو كل وحدة بتساوي 60 من الوحدة الأقل منها، عشان كده سميناه تقدير 60. طيب أنا هنا مديلك الزاوية بالدرجات فقط اللي هي 44 علامة 125، هتحولها أنت للتقدير اللي هو درجات ودقايق وثواني. هنعملها إزاي يا مستر؟ بالراحة كده مع بعض برضو بالآلة الحاسبة في إيديك وهنبدأ نكتبها. هتكتب 4 4 والعلامة العشرية وبعدين 125 وبعدين تقول له يساوي وتدوس على الكومة. هتطلع معاك 44 درجة و7
دقايق و30 ثانية، تمام؟ طيب لو انت كتبت 44 علامة 125 ودوست على الكوما يا مستر من غير ما تدوس على علامة يساوي، هتظهر معاك 44 درجة و7 دقايق و30 ثانية برضو زي ما هي موجودة، بس يفضل تكتبها وتدوس على يساوي كوما. أفضل معايا عشان في بعض الآلات مش بتطلعها على طول. السؤال التالت بيقول لي إذا كان ظا ه بتساوي 1.42، حيث هي قياس زاوية، حد فإن قياس زاوية ه. تاني، لما أكون طالب منك الزاوية دي حضرتك ليها معاملة خاصة، إيه هي المعاملة الخاصة؟ ما بدوسش على الظا، أمال بتدوس عليها يا مستر؟ بدوس على شيفت تان، ما بتدوسش على تان على طول. لما اكون عايز الزاويه اللي جوه بدوس على شيفت تاني واكتب الرقم اللي عندي اللي هو 1.42، تمام؟ هتطلع قيمه الزاويه عندي، هتدوس يساوي وبعدين تدوس على الكوما، هتدوس يساوي وبعدين تدوس على الايه الكوما، هتتحول معاك لدرجات ودقايق وثواني، هتظهر معاك 54 درجه و50 دقيقه و45 ثانيه، هي هتظهر معاك 44 ثانيه و96%. طالما ان اللي على اليمين اللي هي 96% اكبر من ال 50 فهتزود واحد في الثواني، يبقى بدل من 44 ثانيه هتخليها 45 ثانيه، ما تكتبهاش بالعلامه العشريه اللي موجوده. سؤال كمان، اذا كانت جا 60 بتساوي نص حيث س زاويه حاده فان قياس زاويه س، بنفس فكره المساله اللي قبليها، مديك النسبه يبقى دغري كده على طول هتدوس على شيفت، هنا جا يبقى معناها ساين يبقى شيفت ساين النص، هتظهر معاك قيمة الزاوية ب 30 درجة، يبقى الإجابة عندي كام؟ 30 درجة. آلتك الحاسبة في إيديك وشغال معايا عشان تستفاد بالحصة كويس، ولو أنت بتتفرج على اليوتيوب زي ما أنا قلت آلتك الحاسبة في إيديك ووقف الفيديو ثواني حلها وتأكد الحل مظبوط ولا لأ. رقم 5 عندي جا 60 زائد جتا 30 ناقص ظا 60، زي ما هي كده انا قلت لك بدون استخدام الاله الحاسبه في حاله الاثبات بس بدون استخدام الاله الحاسبه، هنا طالما ان انا ما ذكرتش دخلها زي ما هي على الاله الحاسبه. يعني يا مستر يعني حضرتك هتبدا تترجمها كده وتكتبها على الاله الحاسبه، هنا جا 60 يبقى حضرتك هتكتب ساين ال 60 وتقفل القوس اللي عندك بتاع الاله الحاسبه وبعدين تكتب زائد، عندك هنا جتا 30 نبقى نكتب زائد جتا معناها كوزاين، كوزاين كام يا مستر؟ ال 30 وتقفل القوس وبعدين ناقص، خلي بالك ناقص هنا ظا 60، ظا معناها تان يبقى اكتب له تان ال 60 واقفل القوس وقول له يساوي، ظهرت معايا بكام يا مستر؟ ظهرت معايا بصفر، يبقى هي اجابه صحيحه. اخد كمان سؤال بيقول لي اذا كانت ظا س زائد 10 بتساوي جذر 3 حيث س زاويه حاده فإن قياس زاوية س بتساوي، هنا هي نفس فكرة المسألة رقم 4 والمسألة رقم 3، وأنا هنا مزود بزيادة لأن ده آخر درس إحنا خدناه فبحاول كده نأكد عليه كتير. تاني مديلك هنا النسبة المثلثية ومحتاج الزاوية، محتاج مين؟ محتاج الزاوية. طيب بالآلة الحاسبة حضرتك وبتشتغل بطريقة الشيفت، تمام؟ فهتدوس شيفت وتكتب جذر 3، شيفت وجذر 3، شيفت وايه؟ شيفت اسف، هنا هي ظا، يبقى شيفت تان وتكتب جذر الايه؟ جذر 3، تمام؟ وتقول له يساوي، هتطلع معاك ب 60، معنى كده ان الزاويه قياسها 60؟ لا، هنا اقول لك بقى ايه؟ اصبر ثواني، هنا المفروض ظا المقدار ده كله هو اللي ب 60، تاني لما تعمل شيفت تان جذر التلاتة هتطلع معاك ب 60، معناها قيمة المقدار اللي هو س زائد 10 ب 60. طيب المقدار ده كله ب 60، يبقى س زائد 10 ب 60 كام زائد ال 10 ب 60؟ يبقى الس في اللحظة دي ب 50، تمام؟ يبقى خلي بالك من الجزئية دي، اوعى تكتب ال 60 على طول هتبقى غلط. هو هنا مزود فكرة زيادة، قال لك قيمة المقدار ده كده اللي هي س زائد 10، بس هو هنا طلب مين؟ طلب قياس زاوية س. يبقى لما انت هتعمل شيفت تان جذر الثلاثة هتطلع لك ب 60، بس انا عايز قيمة السين بس، قيمة المقدار كله ب 60 كأنها معادلة، سين زائد 10 ب 60 يبقى السين بس هتطلع معايا بكام؟ ب 50 درجة. تمرين كمان بيقول لي اوجد قيمة سين في كل من ما يأتي، إذا كان 4 سين
بتساوي جتا تربيع 30 ضا تربيع 30 ضا تربيع 45. حلوة أول المسألة دي. هو عايز هنا قيمة السين، هتحلها كأنها معادلة، يبقى هتفضل السين زي ما هي في طرف، وهتبدأ تفك دول كده بالراحة، تمام؟ فعندي جتا ال 30 أنا حافظها بجذر 3 على 2 لكل تربيع، لأن دي جتا تربيع أهي. جتا ضا تربيع معناها لازقين في بعض يبقى ضرب. ضا تربيع 30 أنا حافظ الضا، أو لو أنت مش حافظها هتجيبها على الآلة الحاسبة، بتكتب تان ال 30 هتظهر معاك 1 على جذر 3، هنا عشان في تربيع فبتخليها تربيع. برضو بعد كده هنا في ضرب، ضا تربيع 45 أنا حافظ ضا 45 بواحد، لو مش حافظها تكتبها على الآلة الحاسبة، ضا 45 يبقى 1 لكل أس 2، وأكمل شغلي عادي خالص. يلا بينا نكمل. الأربع سين هتنزل زي ما هي في الطرف الأيمن. الطرف الأيسر هبدأ أفك حاجة حاجة كده. عندي هنا في تربيع وهنا في قوس، هتفك الأقواس. التربيع هتأثر على قوس، فوق في جذر فالتربيع هتطير الجذر يبقى 3، وتحت 2 أس 2 ب 4 يبقى 3 على 4. علامة الضرب تنزل. نفس الكلام هنا، التربيع هتأثر على قوس، فتربيع 1 أس 2 هي نفسها، وجذر 3 تربيعها ب 3 يبقى 1 على 3. بعد كده في، وبعدين 1 أس 2 بواحد. ببدأ حضرتك أختصر، هلاحظ عندي في 3 بسط و 3 مقام هيروحوا مع بعض، يبقى الناتج عندي هيظهر عندي ربع. 3 هنا هتروح مع 3 هنا، يبقى 1 في 1 في 1 يبقى البسط بواحد، ودي هنا في 1 يبقى 4 في 1 ب 4. هنا 4 س بتساوي الربع. الجزئية دي مهمة جدا، فعايزك كده تخلي بالك منها. أنا مش عايزك تقسم على الأربعة، لأن أحيانا لما الربع بقسمه على الأربعة كتير من الطلبة بتغلط في الجزئية دي. أمال عايز إيه يا مستر؟ عايزك تركز في المسألة دي تحلها بأسلوب تاني. إزاي يعني يا مستر؟ يعني أنت هنا عندك أربعة س، فحضرتك في المعكوس الضرب بتاع الأربعة. مين معكوس الضرب للأربعة؟ معكوس الضرب للأربعة هو ربع، فهقول له كده بضرب الطرفين في ربع. بضرب الطرفين في كام؟ في ربع. وابدأ أكمل، هكتب الأربعة س زي ما هي بتساوي الربع، واضرب يمين وشمال في ربع، فأدي الأربعة س عندي ضربتها يمين في ربع، والربع الشمال أهو هضربه في ربع، لأن أنا قلت بضرب الإيه؟ الطرفين، فأوعى تضرب ناحية وتنسى التانية. يبقى دي الأصل اللي عندي، الأربعة س بتساوي الربع. ضربت يمين في ربع أهو، وضربت شمال في ربع. هنا ربع مع الأربعة عدده معكوسه الضربي هيبقى بواحد، يبقى يتبقى سين بس. وهنا ربع في ربع بواحد على 16. المسألة دي مسألة حلوة جدا، وبتيجي معايا في الامتحانات الترم كتير جدا. السؤال ده سؤال حلو خالص. السؤال سهل، أصعب الجزئية اللي فيه هي الجزئية الأخيرة دي. فأنا بفضل إن أنا أضرب في ربع، لأن لما بقسم أحيانا بنغلط فيه. أخد تمرين كمان. يقول لي أوجد قياس زاوية ه في كل من ما يأتي. ظا ه بتساوي ظا 60 جتا 30 ناقص جتا 60 جتا 30. المسألة اللي فاتت أنا كنت مدي لك المجهول اللي هو السين كمعادلة. تعالى كده نفرق ما بين الاتنين. بص كده، أنا هنا كانت السين مجهولة بره، سين هنا كانت كعدد كأنها معادلة. لكن في السؤال ده أنا مدي لك المجهول هنا ه بداخل النسبة المثلثية، جا ه هي اللي مجهولة. فطريقة التعامل في المسألة اللي فاتت تختلف عن طريقة التعامل هنا. كويس، في جزئية واحدة بس، يعني هتمشي المسألة بتاعتك عادي خالص زيها زي المسألة اللي فاتت ما عدا آخر خطوة. هناك أنت عندك كده كده السين بره، فبتقول له في الآخر السين بتساوي 1 على 16، وبتحلها كمعادلة زي ما إحنا كنا بنشتغلها في إعدادي، في أولى إعدادي على طول أو في ابتدائي. لكن هنا في عندي خطوة هتبقى زيادة، فصحصح معايا كده هنعمل إيه؟ طيب هنحل المسألة إزاي يا مستر؟ حد هتحل المسألة عادي جدا، هتنزل معاك الجاهي وهتقول له يساوي، وتبدأ تفك الطرف الأيسر حتة حتة. جا 60 أنا حافظها بجذر 3 على الـ 2 مضروبة في جتا 30 محفوظة برضو بجذر 3 على الـ 2، لو أنت مش حافظها بتجيبها بالآلة الحاسبة، بس مش بتجيب المقدار ده كله، ما ينفعش تجيب المقدار ده كله، بتجيبه حاجة حاجة. فبتكتب كده جا 60 جا 3 على 2 مضروبة في جتا 30 جا 3 على 2، قابلتني الطرح بينزل. جتا 60 أنا حافظها بنص، وهنا لازقة فيها يعني مضروبة، جتا 30 برضو بنص، يساوي تحت يساوي. أضرب ه
هنا جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2، جذر في جذر يطلع 3، وتحت 2 في 2 ب4، ناقص نص في نص بربع. طب 3 أرباع ناقص الربع بكام يا مستر؟ بنص أهي. ناقص بقى أجيب قياس زاويتين. أنت عندك هنا النسبة المثلثية بتساوي نص، فهتعمل إيه يا مستر؟ هتعمل آخر خطوة دي زي ما هقول لك. هتكتب هنا المطلوبة الجهة، فهتكتب على الآلة الحاسبة شيفت ساين النص. لما أكون عايز الزاوية دي ليها معاملة خاصة، أنا قاعد أعيد وأزيد. لما أكون عايز الزاوية هنا ليها معاملة خاصة، فهتعمل إيه يا مستر؟ هكتب شيفت ساين النص. طيب شيفت ساين النص بكام؟ شيفت ساين النص يا مستر، شيفت ساين النص هتطلع معايا قياس الزاوية عندي ب 30 درجة. يبقى كده أنا جبت له إيه؟ كده أنا جبت له اله اللي هو عايزه. آخد كمان مسألة. أوجد قياس زاوية إيه في كل من ما يأتي، نفس الفكرة اللي فاتت بالظبط. ظاه بتساوي 4 جتا 60 جتا 30. نقول له يساوي، هتنزل الظاه زي ما هي، هتنزل يساوي 4. جتا 60 بكام يا مستر؟ أنا حافظها في نص. طيب وجت 30 برضه حافظها في نص. طيب 4 في نص في نص، هتطلع يعني هنا عندك نص في نص بربع، ربع في 4 بواحد، يبقى ظاهر بواحد. طيب هنعمل ايه تاني يا مستر؟ هنا مطلوب منك اله، يبقى دي اللي هي المعامله الخاصه اللي انا بتكلم عنها. يبقى هتكتب على الاله الحاسبه شيفت هنا ظا، يبقى شيفت تاني الواحد، هتطلع مع قيمه الزاويه ب 45 درجه. اخد تمرين معايا. بيقول لي اوجد قيمه كل من ما ياتي، 2 جا ه بتساوي جا 30 جتا 60 زائد جتا 30 جا 60. 2 جا ه هتبقى زي ما هي، وابدا اشتغل الطرف الايسر. جتا 30 بنص وجتا ال 60 بنص، هنا لازقين في بعض يبقى ضرب. بعدين قابلتني علامه الجمع، تنزل جتا 30 بجذر 3 على الاثنين مضروبة في، لازقة هنا يبقى مضروبة. جا 60 بجذر 3 على الاثنين يساوي تحت يساوي، هتنزل 2 جا هي زي ما هي، نص في نص بربع، زائد جذر 3 على الاثنين في جذر 3 على الاثنين، الجذر في جذر يطلع لتحت الجذر يبقى 3، وتحت 2 في 2 ب 4، ربع وثلاث ارباع سهلة جدا بواحد. طيب محتاج هنا الجهة لوحدها، يبقى بقسمة الطرفين على كام يا مستر؟ بقسمة الطرفين على الاتنين، يبقى جا اله هتساوي معايا نص. طيب جا اله بنص سهلة خالص على الآلة الحاسبة، أنا محتاج قيمة الزاوية اللي عندي، يبقى هتكتب له شيفت هنا جا، يبقى شيفت ساين النص، هتطلع مع قيمة الزاوية ب 30 درجة. بكده نكون وصلنا لنهاية حصتنا النهاردة. النهاردة رجعنا مع بعض النسب المثلثية الأساسية للزاوية الحادة اللي هي ال 30 وال 60 وال 45. رجعت معاك سؤال لو جاب لك مثلث قائم وازاي تطلع منه النسب المثلثية وتحلها في مسألة. حلينا مع بعض ازاي تجيب قيمة المجهول اللي هو س، وحلينا كمان ازاي تجيب قيمة اله بحيث ان انت تعمل شيفت ساين او شيفت كوزاين او شيفت تان على حسب، وحلينا ازاي تجيب جيب الزاوية، وازاي تحول من درجات لدقايق او العكس، تحول ازاي تحول من قياس 60 لدرجات فقط، وازاي تحول من درجات فقط لقياس 60 اللي هو بالدرجات والدقايق والثواني. بكده نكون وصلنا لنهاية حصتنا النهاردة. مع تحياتي أمير جرجس، مع تحيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، ومع تحيات منصة البث المباشر. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. أحب أنوه إن الـ IQ اللي ظاهر قدامك بيفتح معاك صفحة الفيسبوك، ويفتح معاك قناة اليوتيوب، ويفتح معاك جدول البث المباشر اليومي اللي تقدر تتابع بيه حصص الرياضيات وتعرف مواعيدها، أو تقدر تتابع بيه باقي المواد المقررة على الصف بتاعك. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق.